بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان على فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله كفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما كان الله بكل شيء عليما
يا سبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام لهم أجرا كريما يا Thank you.
شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا كل شيء خلقناه بقدر.
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير كبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن 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 علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم.